شرح وترجمة وتحليل صوتيات لأغنية سينيوريتا. لا 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 لا، مش دي الأغنية، مش هي دي. ايوه هي دي، يلا بينا. انا تحذير كمان، انا نسيت اقول الاغنيه دي بلس 18 عشان فيها معاني. لو انت مش 18 انا ماليش دعوه، انا غير مسؤول. يعني انت لو ما تمتش 18 سنه تم 18 سنه وبرجع اتفرج على الفيديو. الناس اللي بتتفرج معايا على السلسله دي متعوده ان زي ما قلت قبل كده لما تسمع مني التحليل بتاع الصوتيات لسانك ده لازم يكرر ورايا. لازم بعد ما تخلص الفيديو تمسك الاغنيه وتحاول تكررها، لان مجرد ان انت عارف الكلام اللي انا هقوله تمام، سواء هشرح لك دي تتنطق كده ودي تتنطق كده ومش عارف ايه، ده لوحده مش كفايه، ده كله نظري. العملي ان انت تقف وتحاول انك تغني تمام. I love it when you call me senorita. انا بحبك لما بتقول عليا senorita. اوكي، مش معناها بس يتصل او يتكلم في الانجليش، كول معناها ينادي كمان. لما بتناديني او لما بتقول عليا senorita، دي كلمه اسباني بمعنى زي مس، انسه. I wish I could pretend I didn't need ya. أتمنى إني كنت أقدر أستطيع، كود الماضي بتاع كان، أقدر أستطيع إني أتظاهر، pretend يعني أتظاهر إن أنا مش محتاجاك. But every touch، لكن كل لمسة is all la la la. مش عارف لا لا دي الزغروطة اللي عنده حاجة زي كده، فهي لو كل ما يلمسها هي اتزغرت يعني. أوكي، all la 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 يعني حاجة حلوة يعني. طيب خلينا نحلل الصوتيات. love it، خدتوا بالكم ما قالش love ايه. احنا لازم نربط الكلام زي ما قلت قبل كده في السلسله، دايما لو الكلمه الثانيه، لو عاوز تربط كلمتين في بعض والكلمه الثانيه بتبتدي ب vowel sound اللي هو مظبوط i e o u a، نربطها بالكلمه اللي قبلها. لو الكلمه اللي قبلها بتنتهي بصوت ساكن، صوت الساكن هنا عندنا v، ان احنا نلزقهم في بعض. فبلاش تقول love it او love it. I wish I could pretend I didn't need you. اتكلمنا على didn't قبل كده، وقلنا بلاش تقول didn't، قول didn't لما يبقى عندك ان وتشيل التي ارميها في الشارع. didn't، isn't، doesn't، don't. اوكي، yeah، yeah اللي هي you. اوكي، but every touch is all la but every بعد التي في الامريكان انجلش، ودي قلناها قبل كده، عملت فيديو رائع جدا عليها اسمه فلاب تي. لما بتتحط ما بين two vowel sounds حرفين متحركين بتنطق دي خفيفة دي سريعة. by every by every touch. it's true، يعني الموضوع حقيقي. I should be running، المفروض كنت أجري وأهرب من حبك. Oh you keep me coming for you، لكن انت بتخليني ارجع لك تاني، اشتاق لك. coming for you هنا بمعنى يشتاق لك، يرجع لك. التي مع الار في الانجليش الصوتيات بقى بتتنطق تر، قلنا قبل كده يبقى تي وار وما بينهم شين كده، فتقول true ت ت ت ت true train ت ت ت train tree tree running. شفتوا ما مش running ج، لا running running. you keep me running، شيل الجي وcoming برضو، خدت بالك من الصوتيات هنا. وفوريا قلنا يا قبل كده هي ايه يو. land in ميامي، يعني نزلت في ميامي او سافرت الميامي. the air was hot، يعني الهواء كان سخن. from summer، من السمر، من الصيف. وبعدين قال بعد كده rain sweat dripping off me، يعني العرق بينزل مني زي المطر. rain sweat، sweat يعني العرق. dripping off me، drip يعني بيتساقط مني زي المطر. بيتساقط منه بقى ليه زي المطر وجسمه سخن وكده، انا اسف يعني. في عشان خاطر قبل حتى ما يعرف اسمها، يعني مجرد ان هو شافها. before I even knew her name. the air، خد بالك في الانجليش بريتش او امريكان او اي حاجه، لو ذا اوكي كلنا عارفينها انها ذا، بس لو الكلمه اللي بعدها بتبتدي فاول يا معلم يقلبها the فاقول the air. the air was في الامريكان انجليش، والغنى دي امريكان اوكي، فبنقول was مش was. was was hot، افتح له hot. got a lot اوكي، وقلنا الكلام ده قبل كده. sweat dripping off me before I even knew. في الامريكان انجليش اي كلمه اخرها ان اي دبليو بنقول knew. new زي new car، زي I knew her. وبلاش تقول hair عشان انا hair ده الشعر.
her. أنا في مقطع فوتته عشان خاطر وقت الفيديو حسيت إنه سهل يعني. You know I love it when you call me senorita. بتقول أنت عارف إن أنا بحب الموضوع أوي لما بتقولي senorita. I wish غيرت بقى. It wasn't so damn hard to leave you. أتمنى إن الموضوع ما كانش يبقى صعب علي إن أنا أفارقك أو أسيبك. I wish it wasn't برضو الإن مع تي wasn't. It wasn't so damn. الإم مع الإن دايما في الأمريكي في الإنجليش. لما تيجي ام مع ان بتبقى ان سايلنت وتتفرج على الفيديو بتاعي اللي عملت فيه سايلنت ليترز او كلمت فيه على الحروف الصامته. هوتيل يعني انا مقفول عليا في الايه في الـ في الـ في الاوضه وهو يعني ايه اكيد كان معاها برضه في الاوضه او في الفندق ده. فبتقول له there just some things that never change. في حاجات عمرها ما بتتغير. You say انت بتقول ان احنا اصدقاء. You say we're just friends. But friends لكن الاصدقاء انت بتقول ان احنا اصدقاء بس انا بقى هزنقك في الاوضه دلوقتي. But friends don't know the way it tastes. الاصدقاء مش عارفين طعمك لكن انا دقتك وعارفه طعمك. طبعا الاي دي اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا في فيديو كامل فيديوهين عملتهم قلنا الال دي بتتنطق احيانا تي بالذات لو جايب قبلها حرف من الحروف اللا صوتيه زي الكي مثلا عندنا هنا كي فالكي بيقلب الدي تي والاي ما بتتنطقش فبنقول ايه لاكت مش لوكد لاكت لاكت اوكي. تاني حاجه الان لما بجيب بعدها تي اتش في الانجليش التي اتش بتطير في حاجات كتير يعني هي قالت هنا ايه لاكت ان ان هوتيل ما قالتش in the hotel locked in a hotel زي مثلا ايه عاوز اقول صاحبي مات في البحر my friend died in the sea in the sea لو انا بتكلم بسرعة الان بتسيطر على التيتش وبتخفيها خالص مش هتسمع الكلام ده في حتة تانية just مش لازم تقول just الاسم مع تي دايما قلنا بتشيل التي والتي دايما ضعيفة في الانجليش في الاخر some things things بلاش تقول things وحاول تكرر معايا الحتة دي عشان things دي بخ خالص things things were مش were ها were just friends were خلينا في were الاول were مش were ها ال w e were happy احنا سعداء النهارده we're happy today don't know but friends don't know the way you taste مش يعني انا بشيل التي زي ما قلنا بعد الان وعندي اتنين ان واحده في دون واحده في نو احطهم جنب بعض وخلاص وانطقهم ان واحده واحده لبس لما شفايفك هي بتقول له بقى لما شفايفك اندريس مي اندريس عكس دريس دريس يعني لبس صح يبقى اندريس يعني hooked on your tongue وانا مربوطة فيه مش عارف ترجمها دي يا جماعة مش عارف انا عارف بس ايه ترجموها في اي حتة بقى love oh love oh yeah oh love love يعني يا حبيبي your kiss is deadly بوستك مميتة don't stop ما توقفش الله يكون في عونك دي تقريبا كل اغنيه شرحت لك الترجمه شرحت لك الصوتيات باقي عليك يا معلم انك تكرر والله هتغير الصوتات بتاعتك هتغير 180 درجه لو ما تسمعش الكلام ده في حته تانية وانا متاكد ما تسمعوش في حته تانية غير هنا بليز شير ثانك يو ويش يو اول ذا بيست